جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والوهابية كلمات نسمعها أحيانا ووراءها أكثر من مغزى. سؤال أخير في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا شيخ صالح. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا اسمه، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الإمام المجدد لدعوة التوحيد في هذه البلاد. وأما الوهابية فهي نسبة إلى أبيه، ليست نسبة إليه، لأنه هو محمد بن عبد الوهاب. فلو كانت النسبة صحيحة لقيل المحمدية، الدعوة المحمدية، وإذا قيل المحمدية فإن هذا اسم يطابق المسمى، لأنها الدعوة النبوية، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم تحاشوا هذا وقالوا الوهابية. هذا لغرض واضح، لغرض واضح من أجل تحكيم هذه الدعوة وتصور أنها مذهب جديد وحسن أيضا، وأنها مذهب جديد ونحلة جديدة انتحلها أو ابتكرها محمد بن عبد الوهاب، فتصنف ضمن الفرق والنحل الجديدة، هذا قصدهم. ولذلك يذكرونها مع النحل والمذاهب الجديدة، يذكرونها حتى أني رأيت بعض الكتاب المعاصرين صنفها مع البهائية ومع القرمطية والإسماعيلية وإلى آخر، هذا قصدهم. في حين أن الشيخ رحمه الله ليس له مذهب خاص ولم يأتي بشيء جديد، ولكنه دعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا إلى عقيدة السلف الصالح، وهو في المذهب على مذهب الإمام أحمد في الفقه، وأما في العقيدة فهو على مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف الصالح، ليس له مذهب جديد لا في الفقه ولا في العقيدة، وإنما منهجه منهج الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة من قبله، ولكنه جددها ودعا إليها في وقت عتم عليها واستجلبت مذاهب ونحل مخالفة لها. نعم.